مشاهدين أهلا بكم مجددا. مسودة تعديل الدستور الجزائري تقترح السماح للجيش الجزائري بعمليات خارجية خارج البلاد. لقد اقترحت مسودة التعديل الدستوري بالجزائر الخميس رفع الحظر عن مشاركة وحدات من الجيش الجزائري في مهمات عسكرية خارج البلاد، وذلك لأول مرة منذ استقلالها. وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة الجزائرية الشروط في توزيع مسودة تعديل دستوري أعدها فريق خبراء بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الطبقة السياسية للنقاش والإطراء. ووفقا للوثيقة تم إدخال تعديلا على المادة 29 من الدستور الحالي، والتي تمنع خوض الجيش الجزائري بأي عمليات عسكرية خارج الحدود. كما أنه تنص المادة الحالية على أن الجزائر تمتنع عن اللجوء إلى الحرب لعدم المساح للسيادات المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. وقد تم في التعديل الدستوري إضافة الفقرة التالية: يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها حفظ السلام في الخارج. كما أضيف للمادة 95 الخاصة بصلاحيات الرئيس أنه يقرر رئيس الجمهورية إرسال وحدات من الجيش إلى خارج الوطن بعد مسابقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه. ومنذ استقلال الجزائر سنة 1962 تمنع الجزائر مشاركة قواتها في عمليات عسكرية خارج الحدود بسبب عقيدة عسكرية ظلت راسخة في الدستور. وفي 8 ماي كانون الأول من سنة 2020 كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا بقيادة الخبير الدستوري الدولي العرابة بإعداد مسودة دستور جديد خلال 3 أشهر كحد أقصى. هل سنبدأ فعليا نرى تدخل الجيش الجزائري خارج حدوده في شؤون دول أخرى مستقبلا؟ عزيزي المشاهد، إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكرك. شاركنا بتعليقك واضغط على زر لايك، وشكرا لكم للمشاهدة.